الاستقلال الاحتمالي لمتحولين عشوائيين. احنا اخذنا فقرة اسمها الاستقلال الاحتمالي ببداية الدرس لي مين بيذكرنا؟ لا متحولين ما اخذنا الا من الاخوات. لا شو اخذنا؟ احسنت لي حدثين. نحن اخذين فقرة اسمها الاستقلال الاحتمالي لحدثين وليس لمتحولين. في فرق كتير كبير. طيب اليوم رح نتعلم لمتحولين. هلا تعلمنا شو يعني متحول عشوائي. بهي الفقرة بدي اقرا عنا متحولين عشوائيين. طبعا هون في خطوات رح نشتغلها، نكتبهم على السريع واللي عم يشوف الفيديو يكتبهم معنا. واحد على السريع شو نطبق ما يلي. واحد نوجد قيم، نوجد قيم المتحول العشوائي الأول X، نوجد قيم المتحول العشوائي الأول X. اثنين نوجد قيم المتحول العشوائي الثاني Y. طبعا X كبيرة و Y كبيرة. ثلاثة ننظم جدول، ننظم جدول ذي مدخلين، ذي مدخلين مثنى من مدخل يعني أسطر وأعمدة، تدل أسطره، تدل أسطره على أحد المتحولين. وتدل الأعمدة على المتحول الآخر. أربعة، هذا بيفيد العزابية، نوجد قانون الزوج. سكيلي خلينا نكتب لنا اياه على اللوح. نوجد قانون الزوج. شوف الزوج يعني الاكس والواي كما يلي. نوجد قانون الزوج، نوجد قانون الزوج نرمزه بما يلي. تبع الرمز احتمال نفتح قوس، انا عم بقص X تساوي XI تقاطع، Y تساوي Y. هذا رمز لقانون الزوج، بدنا نشوفه بعد شوي. سوري انا اسف، هون غيروا لنا الرمز، عملوا لنا جي عشان ما يكون نفس الرمز. اكس اي واي جي. من ايقاف مؤقت. هذا له رمز ثاني، هذا له رمز ثاني، فينا نقول بي اي وجه اختصار بنستخدمه بنهاية الحلقة. هذا رمز لحساب احتمالات قانون الزوج، احتمالات الأحداث. هلا عشان نشوفها كيف. خطوة البعدة أربعة صار ولا خمسة؟ أربعة. خطوة الرابعة مدري الخامسة، خامسة شباب. نختبر شرط الاستقلال الاحتمالي، نختبر شرط الاستقلال الاحتمالي وهو
طبعا لمتحولين نختبر شرط الاستقلال الاحتمالي لمتحولين وهو طبع الشرط. احتمال اي وجي يساوي يعني هذا اللي قبله لازم يكون احتمال لازم يساوي احتمال اكس تساوي اكس اي ضرب احتمال واي تساوي واي جي. لازم يتحقق هذا الشرط بيناتهم شو في ضرب مثل ما عملناها بالاحداث تماما او بعد شوي راح نشوف رمز ثاني. هذا راح نرمز له بي اي ضرب هذاك راح نرمز له بفتحه جي هذا رمز اخر بيناتهم شو في ضرب. هلا عشان بتعرف تتعامل مع هالرموز هذا الحكي نظري راح نحاول نطبقه على مثال. طبعا هذا ما جاي ابدا من امتحانات لحد الان استقلال احتمالي لمتحولين. هلا باخره الحلقه راح اقول لكم كيف ممكن انا متوقع يضربوكم بهيك سؤال هالسنه. خلينا نتعلم السؤال. في عندنا مثال صفحه 185 افتح كتابك صفحه 185 بالبيت وبالقاع مو انت انت بالقاع المثال يقول نتأمل التجربة الآتية. ما مع كتابي تبع معرفي ويلا نتأمل التجربة الآتية. يحتوي صندوق على ثلاث كرات واحدة حمراء تحمل الرقم واحد واثنتان زرقاوان تحملان الرقم اثنين وثلاثة. ركز معي عندنا صندوق عندنا صندوق عندك كرة حمراء هاي الكرة لونها بالأحمر ورقم شو واحد وكرتان شو زرقاوان شو أرقامهم اثنين وثلاثة. شباب أعطينا بطاقات الملونين وينه نحن رح نعملهم على هدول. خليك معي هاي زرقاء تخيل هاي كرة مرقمة اثنين عندنا زرقاء تانية مرقمة ثلاثة عندنا حمراء مرقمة واحد تعال نشوف تجربتنا يلا كمل السؤال. نسحب من الصندوق أنا قلت لكم بمسائل السحب تهتم بشيئين نوع السحب وعدد الأشياء المسحوبة. نسحب من الصندوق كرتين على التتالي مع الإعادة لون كرتين لون كرتين وعلى التتالي مع الإعادة كم واحدة بدنا نسحب؟ اثنين ونوع السحب على التتالي مع إعادة. يا عالم تسمع من بطنه والله مو معي ولتكن أوميغا مجموعة النتائج الممكنة لهذه التجربة. أول شيء قبل ما نحكي عن متحول عشوائي X بعشان رح يقولوا هنا متحول عشوائي Y تعال نطلع النتائج تعال نكتب أوميغا أول شيء خليك معي. أوميغا تساوي رح نكتب هون نتائج أوميغا بالامتحان. احنا ما معنا بطاقات نعملها رح اعلمك طريقة امتحانية
وطريقة لنفهم التجربة، نحن عندنا هاي بطاقة، بطاقتين أو كرات ثلاثة، ليك رح نعمل التجربة ونشوف شو النتائج اللي ممكن تطلع معنا. اسحبي يا ماما، امضي عيونك، فرجينا شو تسحبك. سحبت حمراء مرقمة شو؟ واحد. رح نكتب بالنتائج هون، ركز معي. شوف النتائج، حمراء مرقمة شو؟ واحد. مرة تانية، غمضي واسحب بدك. شو سحبت؟ زرقاء مرقمة ثلاثة، معناها طلع لهون زرقاء مرقمة ثلاثة، بدنا نحطها ضمن ثنائية وهي النتيجة الأولى. هي أول نتيجة طلعت معنا بالتجربة. طبعا نتائج كثيرة، نجرب واحدة تانية. اسحبي رؤى، شو طلع لك؟ طلع للرقم اثنين أزرق، طلع لزرقاء مرقمة شو؟ اثنين. رجعي اسحبي، خطأ، لازم ترجعيها. وينها؟ مع إعادة ترجعها، ترجع تسحب، رجعي اسحبي. رجعت سحبتها نفسها، بصير ولا لا؟ بصير. رجعت سحبت زرقاء مرقمة شو؟ اثنين، وهكذا. بالامتحان نحن ما معنا البطاقات، لذلك كيف أنا بقدر بالامتحان أني طلع النتائج بدون ما أعمل التجربة على أرض الواقع؟ خليك معي، علم اسود على جنب بتقول سحبت أول مرة ممكن يطلع لي بطاقة حمراء، ليك حمراء حمراء مرقمة واحد، هاي بالمرة الأولى. بالمرة الثانية عندي ثلاث خيارات، إما نفسها أو زرقاء مرقمة اثنين أو زرقاء مرقمة ثلاثة. بالمرة الأولى إذا سحبت زرقاء مرقمة اثنين، بالمرة الثانية ممكن تكون نفسها، ممكن تكون الزرقاء رفيقتها، وممكن تكون الواحد الحمراء. إذا بالمرة الأولى كنت ساحب ثلاثة الزرقاء، بالمرة الثانية ممكن تسحب نفسها أو الاثنين الزرقاء أو الواحد الحمراء. النتائج بنجيبهم من هون. إذا شو النتائج؟ واحد حمراء، واحد حمراء، تعالوا نكتبهم. هلا ما عاد فيني، وأنا حطيتهم عندي جوات كرات، خلص صاروا مبينين. واحد واحد، واحد حمراء، اثنين زرقاء، واحد حمراء، اثنين زرقاء، واحد ثلاثة، هاي مكتوبة ليك، واحد ثلاثة، اثنين اثنين مكتوبة، اثنين ثلاثة، اثنين واحد، الواحد لازم شو؟ حمراء، ثلاثة واحد، ثلاثة اثنين، ثلاثة واحد حمراء، ثلاثة اثنين. وسا شو نفس الشيء؟ ثلاثة ثلاثة بتصير طبعا. هلا لو كانت دون إعادة شو الحالات اللي بينقصوا؟ اللي بيشبهوا بعض، واللي هن واحد واحد، اثنين اثنين، ثلاثة ثلاثة. الآن كم نتيجة للتجربة؟ تسعة، ثلاثة ستة تسعة. دير بالك على الألوان، لازمتنا بعد شوي. دير بالك على الأرقام، لازمتنا بعد شوي. هذا شو اسمه؟ أوميجا. شو يعني أوميجا؟ فضاء العين. هذه النتائج اللي كلنا نشوف شو بدون. أكمل السؤال، يلا ما بيأثر، مهم نضل موصول. ماشي، قصدك هو عم يطلع رمز الشحن بس احفظي اذا خايفه. بلش شباب، كمل السؤال. نعرف على اوميجا المتحول العشوائي اكس الذي يقرن، يقرن شو يعني؟ يدل على،
تمام، يعني يربط يدل على. احنا من شوي نسينا نعطي الملاحظات بالمتحول عشوائي. واحدة من الملاحظات انه جملة يدل على، بيقولوا بدال احيانا نقرن بنتيجة التجربة كذا. ماذا يقرن؟ انتبه، بكل نتيجة للتجربة شو بدون؟ عدد الكرات الزرقاء. لوين كلمة عدد الكرات الزرقاء؟ اذا ضمن الاكس الان، ركز معي، اكس اوميجا، اكس اوميجا، بدنا نحط عدد الكرات الزرقاء اللي ممكن تطلع معنا. آية، كم كرة زرقاء هنا؟ هون واحدة، هون يا عبودة ما في. شو يعني ما في؟ شو يعني؟ صفر. شو ما في؟ طب ما في مثلا هون كم زرقاء؟ اثنين. ممكن يطلع ثلاث زرقاوات؟ شو رايكم بهدول؟ انا ما عم بحكي على الارقام، عم بحكي على الالوان. هاي زرقاء زرقاء زرقاء. اذا ممكن يطلع معنا زرقاء واحده، صفر زرقاء، او اثنين زرقاء. هدول لمين؟ اكس اوميجا. في واحده ثانيه، تعال نشوف. يلا نعرف على اوميجا ايضا المتحول العشوائي واي. تاني اسمه واي، يقرن بكل نتيجة للتجربة مجموع رقمي الكرتين المسحوبتين. شوف الواي بتدل على المجاميع، مجموع الرقمين. آية، شو مجموعهم هدول؟ أربعة. بنحط هون أربعة. شو مجموعهم هدول؟ اثنين. بنحط هون اثنين. شو مجموعهم هدول؟ بنحط هون ثلاثة. شو مجموعهم هدول؟ ما بنحطها لأنه موجودة، إلا بنحطها مرة. هون خمسة، هون حطيناها ست. لحد الآن أخذنا خمس علامات على أوميجا، خمس علامات لأنك عرفت تطلع إكس أوميجا، خمس علامات لأنك عرفت تطلع واي أوميجا. مين عندي سؤال على الإكس والواي كيف طلعناهم؟ صعبين؟ رح نعمل جدول الآن، رح نحط هذه النتائج ضمن جدول. بلشت؟ ننظم جدول ذي مدخلين، هذا مدخل وهذا مدخل. هون رح نعمل شطة فاصلة، هون رح اكتب قيم اكس، هاي اكس، وفوق رح اكتب قيم واي. قيم اكس اللي معنا اياه هون صفر واحد اثنين. قيم واي اللي معنا اياه هون من الصغير عفوا احسن، اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. هذا هو الجدول، طبعا تفصلهم شوي عشان ما يدخلوا في بعض. هدول لإكس، هدول لواي. الآن كيف بدنا نعبي الأرقام؟ هون أهم شيء تبعد، ركز معي. هذه الخانة من وين جاية؟ جاية لما كانت الإكسات صفر والوايات اثنين. الإكسات عشان عم تدل؟ الإكس، هدول الأرقام عم يدلوا على عدد الكرات شو؟ الزرقاء. هدول عم يدلوا على عدد الكرات الزرقاء. طب هدول عشان عم يدلوا؟ على المجموع. بهذه الخانة كأني عم اقول لك، بدنا نقاطعهم مع بعض. يلا بدنا احتمال انه يطلع عنا صفر زرقاء ومجموعهم اثنين. صفر زرقاء شو يعني؟ يعني ولا زرقاء.
ولا زرقاء، يعني شو بده يكون اثنيناتهم؟ حمر. بده يكون اثنيناتهم حمر. دور بالجدول بالحالات. بلا حكي من ورا، خلينا نحكي بس ان شاء الله نسمع اللي بدي. حالة يكون فيها صفر زرقاء ومجموعة اثنين مع بعضهم. أول شيء خلينا ندور وين الحالات اللي ما فيهم زرق. ما عندي إلا حالة واحدة ما فيها زرقاء أصلاً، واللي هي هاي. أنا بدي مجموعة عن اثنين. هل هدول مجموعة عن اثنين؟ تمام. معناها كم حالة من أصل تسعة تحقق هذا الشرطان معك؟ هي حالة واحدة من أصل تسعة، فبنكتب الاحتمال واحد على تسعة. برجع بعيد. ليه حطينا واحد على تسعة؟ صفر زرقاء يعني ما في زرقاء، أو اثنيناتهم حمر. الاثنين شو؟ حمر. وين اثنيناتهم حمر؟ ليك بنفس الوقت بدي مجموعة اثنين. كم حالة؟ ليك ما في غيرها. حالة واحدة اثنيناتهم حمر ومجموعة اثنين من أصل تسعة. تعال على هاي. هاي معناها اثنيناتهم حمر يعني صفر زرقاء ومجموعة ثلاثة. في شيء بطاقتين أو كرتين اثنيناتهم حمر مجموعة ثلاثة؟ ما في، بحط له صفر. هذا أمر غير موجود. هاي الحالة غير موجودة، احتمالها صفر. اثنيناتهم حمر مجموعة أربعة؟ ما في. اثنيناتهم حمر مجموعة خمسة؟ ما في. اثنيناتهم حمر مجموعة ستة؟ ما في. مين عنده سؤال على واحدة من هذول؟ لعب لي اياها. اسألوا بعيدة. الكل فهمان؟ مستحيل. إلا ما يكونش حدا تلبك. أول واحدة يا زينب. ليش واحد على تسعة؟ شوفي. شو يعني العدد إكس صفر؟ يعني ولا حمر ولا زرقاء. وين ولا زرقاء؟ لأنه الإكس عم يدل على عدد الزرق. وين في بهالحالات ولا زرقاء؟ هي. طيب. مجموعة اثنين بدك ولا زرقاء ومجموعة اثنين، هل هذه تحقق هذه الصفة؟ مجموعة شو اثنين. كم حالة من هالحالات تحقق هاتان الصفتان معا؟ هي حالة واحدة من أصل الكل، إذا واحد على تسعة. أما باقي الحالات غير موجودة، لأنه أنا ما عندي حمر مجموعة ثلاثة وأربعة وخمسة وستة. اللي ما فهمها على كلين ينتقل على البعدها ببين معه. ركز معي. عدد الكرات الزرقاء واحد لأن الإكس واحد. بنفس الوقت هيدي بتدل على المجموع، مجموعة اثنين. طولي بالك. أنا أول شي فكر بهاي، وين الحالات يلي فيهن زرقاء واحدة فقط؟ أنا رح أشرح. خليك معي. هاي وهاي وهاي وهي. هذول كلهم عم يحققوا ولا اكس، ليه؟ لانه فيها زرقاء واحدة. طيب اكتب مجاميعهم على جنب لازمني. شو مجموع هذول؟ أربعة. مجموع هذول؟ ثلاثة. مجموع هذول؟ أربعة. مجموع هذول؟ أها. تعال نرجع مرة ثانية. وين في زرقاء واحدة من الحالتين بس يكون مجموع الكرتين اثنين؟ ما في. مجاميع معنا اثنين. إذا هذه صفر. طيب وين في كرتين واحدة منهم زرقاء بس مجموعة ثلاثة؟ ليكن واحدة منهم زرقاء ومجموعة ثلاثة، واحدة منهم زرقاء ومجموعة ثلاثة، هني حالتين من أصل تسعة. واحدة منهم زرقاء ومجموعة أربعة. واحدة منهم زرقاء ومجموعة أربعة. أول حالة واحدة منهم زرقاء ومجموعة ثلاثة. سوري. واحدة منهم زرقاء ومجموعة أربعة، صاروا حالتين. برضو اثنين من أصل تسعة. واحدة منهم زرقاء ومجموعة خمسة. ما في. واحدة منهم زرقاء ومجموعة ستة. برضو ما في. مين ما فهم هذول العيد؟ شي واحدة منهم يلا. اسألوا لا تستحوا. اسألي يا ابني، اسألي يا بنتي. سهلين ان شاء الله، ان شاء الله يكونوا سهلين، ما تكونوا مسهلين. علميا طبعا. والله هلا اللي شافه سهلين بالامتحان ما
ما بيسهل ان شاء الله. اما اللي شافه صعبه وما عم يسال طوطو بعدين. يلا رقم 2. سوري شو رقم 2؟ اكس تدل على 2. شو يعني؟ يعني بدي 2 ناطن زرق. ركز معي، 2 ناطن زرق. تعالوا نشر عندهم 2 ناطن زرق. عندنا هالحاله وهالحاله وهالحاله وهالحاله. كم حاله عندنا 2 ناطن زرق؟ بدي مجموعهم. تعال شوف المجاميع. الأربعة هدول شو مجموعة؟ أربعة. حلوين هدول؟ خمسة. حلوين هدول؟ خمسة. وهدول؟ خمسة. الآن أنا بدي أسأل المرة جلس إياه طالما الكل عم يفهم. نزل إيدك بسأله يجاوب، ما بيعرف ينتقل لعند رفيق السؤال. بدي ما راح أوضح لك. بدي هالخانة اكس 2 بلا حكي والواي 2. تفضلي يا رغد. ولا حالة. شو يعني اكس 2؟ يعني 2 ناطن زرق ومجموعهم 2. ما في صفر. رغد الثانية 2 3. اسمع ما حدا يقول هات لك قوة. تفضل مجموعهم سوري 2 ناطن زرق ومجموعهم 3. 2 ناطن زرق مجموعهم 3 ما في، لانه المجاميع اللي عندنا هن 4 و5 و5 و6. اذا شو نحط هون؟ صفر. زينب 2 4 واحد على 9. عم جاهز حاله من قبل. حاله واحده 2 ناطن زرق ومجموعهم 4. اذا حاله واحده من اصل 9. بشار خليني اسال اول شيء. طب خليني اسال بشار. يلا 2 6 2 6 وين 2 ناطن زرق مجموعها 6. حاله واحده مجموعها 6 عمود. حالة واحدة من أصل 9. مين نسينا؟ 2 5 رح يقولها جميل وهو عم يصور. تفضل 2 9 2 9 2 2 ناطن زرق ومجموعهم 5. ناكم 2 من أصل 9. تمت العملية بنجاح. شو؟ مين عنده سؤال؟ ما خلصنا طولنا شوي شوي. احنا عم وصلنا على الخطوة الثالثة تبعية منظم الجدول. فاطمة سألي اي وحدة معرفتي. هذا شو؟ هذا اسهل شيء. بدك صفر زرقاء. شو يعني صفر زرقاء؟ يعني 2 ناطن حمر ومجموعهم 2. كم حالة؟ يكون 2 ناطن حمر ومجموعهم 2. في غير هاي؟ كم حالة هاي؟ من أصل 9. لذلك كتبت واحد على 9. شباب بعدنا شو بنعمل؟ كمل الفيلم. بتروح على آخر شيء. لا تمل لي قلبي. بتروح على آخر شيء من هون تكتب رمز واللي هو ركز معي بي آي. ركز على الرمز بي اي. هذا البي اي بده يجمع الاسطر. تجمع بي اي اللي كتبنا اي. اي بتدل على اكس، يعني اجمع الاحتمالات لما كانت الاكس صفر. شو الاحتمالات؟ اجمعوها. واحد على 9 اعتبر من اللوز. نجي على السطر الثاني بنجمعه 4 على 9. نجي على السطر الثالث بنجمعه. لا تكتبي يا ماما، كله موجود بالكتاب. الصفحة الثانية محلولة. اجمعوها 4 على 9. الآن لازم نفهم معاني هالرموز. خليك معي. هاد يعني بالصفر لأنه سطر الصفر. هاد هو البي واحد
الآن هو البيت نيم. أنا كيف بعرف شغلي صح؟ مجموع لهدون لازم يطلع واحد. جمعوهم. واحد وأربعة خمسة وأربعة تسعة تسعة. معناها كل هالأرقام اللي بالجدول صحيحة. هاي مجموعها شو طلع؟ واحد. منروح على الجدول من تحت. من هون. منضيف خانة منسميها بفتحة ج. ج يعني جماع. احتمالات الحالة اثنين وثلاثة واربعة تبعون الواي. جمعوا العموديا يلا. مجموع هدول. لا بلشنا. لازم نكتبه هون. شو هيدي بفتحة ج. جمعوهم. واحد على تسعة. جمعوا هدول. اثنين على تسعة. جمعوا هدول. ثلاثة على تسعة. جمعوا هدول. اثنين على تسعة. جمعنا الأسطر وجمعنا الأعمدة. كيف بتأكد شغلي صح؟ جمعوا. واحد واثنين ثلاثة. وثلاثة ستة. واثنين ثمانية. وواحد تسعة إذا شغلي صح. هيك بتأكد شغلنا صح. بعد ما عملنا الجدول ظلت الخطوة الأخيرة. بدنا نشوف هل شو السؤال بالمناسبة اللي عم نحله؟ شو السؤال؟ السؤال هو اكتبه جنب اكتبه على عنوان جنب المثال اكتب السؤال هل المستقلان هل الحدثان سوري أنا آسف هل المتحولان إكس وواي مستقلان؟ ضيفه جنب المثال عنوان العام للسؤال هل المتحولان إكس وواي مستقلان احتماليا؟ هذا اللي عم ندرسه احنا. في شرط قبل ما نختم. شوف الواحد على تسعة هذا شو معناه؟ شوف شو معناه. هذا معناه بي ركز صفر واثنين. هيك مرة منه صفر من هون لاثنين من هون. هذا الصفر هو شو؟ بي صفر ثلاثة. هذا بي صفر أربعة وهكذا. هذا مثلا بي اثنين اثنين وهكذا. هي رموز الشرط. شو بيقول لك؟ تعال نشوف الشرط للاستقلال اخذناه من شوي رح طبقه تحت الجدول هون. الشرط هو تاخذ كل خانه من الخانات. اعطينا اول خانه شو اسمها هي؟ بي بدي اكتب لكم اياها بالرموز. الشرط بيبين هون مبين؟ هيستا هون مبين هيستا. تبع الشرط نكتبه بالرموز المختصرة بي اي وجي يجب ان يساوي بي اي ضرب بفتح ج. هذا هو شرط الاستقلال. تعال نطبق. راح تبقى على اول خانه بي صفر اثنين. بي صفر اثنين هل يساوي بي صفر ضرب بفتحة اثنين؟ هيك. هذا هو أول خانة واللي هي بي صفر اثنين. هل هي ناتجة عن ضرب عينه؟ هاي البي صفر هيدي اللي هون مين هاي؟ بفتحة اثنين جاية من اثنين. هاي شو هي؟ بفتحة ثلاثة. هاي مين هاي؟ بفتحة أربعة. وهذه بفتحة خمسة وهذه بفتحة ستة. شوف خانة اللي جوا هل ناتجة من ضرب هاد بهاد؟ طبعا عوض عوض معي. بي صفر اثنين تقاطعا من جوا واحد على تسعة. البي صفر جيبها من سطر بي صفر واحد على تسعة ضرب بفتحة اثنين واحد على تسعة. شوف لشوف هل مساواة محققة؟ واحد على تسعة لا يساوي واحد على 81. فالمتحولان غير مستقلان احتماليا. إذا ضبطت معنا
بنروح ننتقل على الخانة الثانية بنجربها، وإذا ضبطت ننتقل على الثالثة وهكذا. يجب أن تحقق هذا الشرط لجميع الخانات. بس تخرب واحدة منها نوقفها مباشرة، نقول الحدثان غير مستقلان احتمال. هذا السؤال هيك بالامتحانات أنا بالنسبة لي ممكن يجي، بس في شيء أقوى منه واللي هو يعطينا جدول في خانات فاضية ونحن بدنا نعبيها، بيقول لي إذا علمت أن X و Y مستقلان املأ الجدول. شو يعني؟ يعني الشرط محقق إجباري، يعني كل خانة بالنص ناتجة بدها تكون عن ضرب هاي بهاي. يعني هاي الخانة مثلا من وين بتجي؟ تضرب هاي بهاي بتطلع هاي من الشرط. هالخانة من وين تجي؟ تضرب هاي بهاي بتطلع معك هالخانة. أحيانا بيعطيك هاي وهي بيخبي هاي، هاي وهي مانعة بتقسم هاي على هاي بتطلع هاي. هذه بدكم تشوفوها بالوظيفة إن شاء الله. تدرب صفحة 100 شو؟ 187. تدرب صفحة 187 وظيفة. بنكون خلصنا الاستقلال الاحتمالي لمين؟ لمتحولين. فصلنا التسجيل.